في مهمة جديدة، كوكب الأبطال الخارقين يعود من جديد مع الأبطال الأصدقاء، عبس بطل الأبطال وأسطورة الأساطير، تعمل البطل، فوند البطلة، لولو البطلة، ساحرة الظلام، نيوم البطلة، ومعي البطلة، ينضمون لنا تحت قيادة أنا نار ملك الظلام. أبطال الخارقين استعدوا، مهمة اليوم راح تكون أسطورية وصعبة ولكن إحنا إن شاء الله قدها. أبطال الخارقين استعدوا للانتقال للمقر السري دكتور لوكا، انقذ الآن. دكتور لوكا، شبيك دكتور لوكا؟ بدون دكتور لوكا اليوم خايف ومتعصب. شكل دكتور لوكا المدينة في خطر شديد. دكتور لوكا يقول شنو اللي صار لنا دكتور لوكا؟ من اليوم الأشهر عائلة بوبي المنتقم مبتسم، بس هذا قضينا عليه. دي صار هنا أهالي مدينتنا. دكتور لوكا يقول أطفال مخطوفين من المدينة. منو خطف الأطفال؟ يوجد أخبار بتواجد عائلة بوبي الشرير. دكتور دا شوف شينا، هذا هوكي ووكي ما ادري ايش اسمه. مستحيل، ابطال الخارقين استعدوا لاستعاده الاطفال. انا تمتم الشرير، مستحيل اخلي نار الشرير، نار اللي مسوي روحه طيب، ملك الظلام، انه ينتصر على وحوشي. استعد، اليوم راح ابعث لهم عائله جديده، عائله بوبي المبتسم وهوجي ووجي الشرير بنصهم. حان الوقت حتى ادمر نار ملك الظلام، حان الوقت حتى ادمر كوكب الابطال، حان الوقت انا تمتم حتى اصير ملك الظلام الجديد. يا سكان مدينتنا الطيبين لا تقلقون، انا والابطال الخارقين اكيد راح نجيب اطفالكم ونرجعهم لكم، لا تقلقون، ارجعوا لبيوتكم، لا تبقون برا، لان هذا بوبي الشرير وذول عائله هوجي ووجي المبتسم المنتقم اكيد خطيرين جدا. اوكي ابطال الخارقين، ننقسم الى مجموعات، فريق البنات روحوا ابحثوا عن هذا الشرير، حاولوا تلقوا الاطفال، انا وعبسي ودعبون راح ننطلق ونحاول انه نبحث عنه. الموضوع خطير جدا شباب، بس لازم نركز، المهمه بها اطفال يعني لازم ننقذهم. عبوسي يفضل انه تقفز قفزك الاستكشافية وتكشف لنا مكان الاطفال، لازم نعرف اذا تقدر انه تب... اوكي عبوسي راح ينطلق، لازم نشوف اذا عبسي راح يقدر يلتقط اي شيء. عبوسي بالسماء، اذا عبسي يقدر يجيب مكان دول الاشرار. عبوسي يبدو ان عبوسي لقى شيء. تعبول انطلق، مهمة خطيرة جدا، لازم ننقذ دول الاطفال لبريا. عبسي انت متأكد هو هذا المكان اللي حسيت انه الشر موجود هنا؟ والله المكان صراحة يبدو مرعب، بس شباب ما ادري شو نسوي، خلينا نفوت، اكو مدخلين. لك دعبول تعال منا، يبدو انه دعبول عافنا راح من المدخل. عبسي لا تخاف عبسي، شجع، لازم نشجع، برغم من انه هذا هوجي ووجي وبوبي انا لحد الان ما اعرف اسمائهم عبسي، بس برغم انه هذا الشرير يحاول انه يخوفنا احنا ما راح نخاف. عبسي انا وياك اساطير ما نخاف، يا ستار يا ربي يا ستار، ولك ياته اهجم عليه، انا ملك الظلام ناري ما اخاف من شيء. تعال عبسي، تعال ولك، تعال عبسي لا تخاف، ولك هذا ناقص ما عليك خوفتي، تعال. الموضوع صار شكله مرعب جدا عبوسي، ولكن لازم نلقى من دول الاشرار، ما دام الموضوع بيه اطفال ولازم ننقذ دول الاطفال، اذا ماكو داعي نخلي الخوف انه يتغلغل داخلنا. امشي عبوسي امشي، تعال اكو طابق فوق، تعال خلنا نصعد فوق عبوسي، تعال انا متاكد انه هذا قاعد يحاول انه يخوفنا، ولكن احنا مستعدين نخاف. عبوسي اكو شينا؟ ماكو شينا. عبوسي عبسي استعد للهجوم، اهجم عليه عبسي اهجم. وين رايح هذا؟ يبدو انه قاعد يلعب بينا، يبدو انه ما يعرف انه قاعد يلعب ويا نار ملك الظلام، طاقة الظلام استدعيك لا! شعاع الليزر، استعد عبسي، شعاع ليزر عالم الظلام راح ينطلق، راح اكسر عليكم هذا المكان، تلعبون ويا ملك. دقيقة ما استخدم هذا الشعاع راح يدمر هاي المنطقة كلها، استعدوا، شعاع الليزر انطلاق الان. يبدو انه هذا المكان كله فارغ، ماكو اي وحش من الوحوش فوق الشرير، اين انتم يا اشرار؟ ماكو احد. عبوسي اعادة التجمع مع الفريق بسرعة، عبوسي تعال. عبوسي دعبول اطلقت اشارة اعادة التجمع، ولكن يبدو انه البنات ولا وحدة ردت على الاشارة، معقولة؟ هل ممكن انه شيء صار للبنات؟ ما ادري، ولكن خلينا نروح نبحث عنهم، معقولة ذولا عائلة بوب المبتسم ووك ووك ما اعرف لحد الان شو اسمه، خطفوهم او سووا لهم شيء؟ مستحيل، ولكن كيف ممكن انه يخطفون ابطال الخارقين؟ ابطال الخارقين اقوياء جدا، خصوصا انهم وياهم نيومي ساحرة الظلام، هذا الشيء مستحيل انهم ينخطفون. عبوس دعبول دور عليهم، لازم نلقى وين لولو مايا وباندا، وين انتو نيومي؟ انتو وين؟ يبدو انه ذيك المدنية اعرفها، يا مدنية، اعرفها، هاي بنت احد الاطفال المخطوفين، يا مدنية انا نار ملك الظلام. المدنية بدها تجاوبني، يا مدنية اسمعيني، انا نار ملك الظلام ردي علي،
يبدو انه المدنية ما تدخل علي. يا مدنية رد علي، انا نائب ملك. عبسي عبسي، اذا تشوف هاي المدنية يبدو انه منوميها مغناطيسيا او شيء، يبدو انها قاعد تنجذب بشيء معين. معقول استخدموا هاي القدرات على الابطال الخارقين وجذبوهم لهناك يقدرون ينيمون الناس مغناطيسيا؟ اعتقد هيك قدروا يسيطرون على الابطال الخارقين البقية. عبس استعد، لازم نلحق ورا هاي البنية، لازم نعرف وين دي ياخذوها. اذا عرفنا وين دي ياخذوها راح نعرف المقر السري ذول الاشرار. ابوس باوع، يبدو انه قاعد تقترب من مكان هنا. ابوس استعد للهجوم، الوضع شكله صعب ولكن يبدو ان هاي المرة منومية مغناطيسيا. شنو هذا المكان الجاي؟ اخو شي هناك. عبسي عبسي استعد. اعتقد الابطال الخارقين لولوفاند نيومي ماي، واكو واحد فوق ولكن يبدو انه اكو واحد ناصب فخ هناك بحيث بس نقترب يوقع عليهم اللوفه. اذا مستحيل نقترب منهم وننقذهم. انت يا شرير عبس استعد. شنو هذا الشرير؟ شكله غريب جدا ومرعب. يا شرير استسلم او سوي او هذا يبدو واقف على فخ. شبيك عبوس؟ هذا شنو هذا؟ يبدو ان هذا شرير ثاني. شو تريد من عندنا؟ يبدو ان هذا الشرير قاعد يحاول ياخذنا الى مكان. تعال، يمكن هذا الشرير راح ياخذنا للقائد مالتهم، يمكن هذا الشرير راح ياخذنا الهوغي ووغي القائد مالتهم، القائد مالتهم الشرير. اخذنا لهم، اخذنا لهم وخلي يشوف، خلي يشوف انه نار ملك الظلام هو المسيطر هنا. يا شرير وانت بدنا نروح. يبدو ان هذا الشرير يقول ادخل لهاي الغابه. ندخل لهنا؟ اوكي مو مشكله، راح ندخل لهنا. لا عبالك ان احنا نخاف. عبوس اسطوره الاساطير استعد، تعال خلينا ندخل لهنا ونشوف شكو هنا. هل القائد والسعيم مالتهم هذا المبتسم الشرير موجود هنا؟ لحد الان ما اعرف اسمه. شنو؟ عبس استعد للهجوم. اختفى، مستحيل. ايش قاعد يسوي هذا؟ استعد للهجوم عبس. ذاكم يحاول انه يرعبنا. مستحيل، يبدو انهم يحاول انه يسيطرون. عبوس ذاكم يحاولون انه يسيطرون علينا وينامونا مغناطيسيا مثل البقيه. مستحيل تقدر تنومني مغناطيسيا، انا ناري ملك الظلام، مستحيل احد يقدر يسيطر علي. استعد ذاك يا عبسي، استعد للهجوم، استعد حتى نقطع عبسي. يبدو انه عبسي انهار، يبدو انه عبسي انهار. مستحيل يا شرير، راح انتقم منك على اللي سويت. عبسي عبسي عبسي، يبدو انهم اخذوا عبسي، يبدو انهم سيطروا على عبسي وهم مغناطيسيا. مستحيل، هذا معناته انه الابطال الخارقين كلهم عندهم هو هناك بالفخ. لازم اروح انقذهم بسرعه، لازم القى حل لهاي المشكله الصعبه. الابطال الخارقين وياهم عبسي هناك، وهذا الشرير واقف فوق، يعني معناته بس اقترب راح يطلق هذا الفخ عليهم، فخ اللافة، والحمام البركانية واللافة راح توقع على راسهم. مستحيل، خل اخذ هذا السياج حتى اشوف شوية. واخر يا سياج، ايش راح اسوي؟ ايش راح اسوي بهاي الحالة؟ حتى ما اقدر استخدم. شنو؟ عبسي؟ يبدو انه عبسي صاحي، يبدو انه عبسي صاحي. مستحيل، عبسي عبقري، يبدو انه عبسي سوى نفسه انه نام مغناطيسيا حتى يوصل لهناك وينقذ الابطال. ولك عبسي والله انك هيك اسطوره، ولك اقتله، اقتله عبوسي، والله اسطوره التساطير. يبدو انه عبوسي، عبوسي قتله، عبوسي الاسطوره. ولك عبسي فات باللافه، ولك عبسي قتله نقذ الابطال بس فات. ولك طفي روحك، ولك طفي روحك عبسي، والله انت بطل خارق خبل. واخوان مي، اخوان عبسي البطل احترق، اخوان طول الخارقين. اخيرا يبدو انه عبسي الاسطوره اول مره يستخدم ذكائه وينقذكم. ما ادري شلون استخدم عقل عبسي صراحه، ولكن انقذكم بذكائه باستخدام الحيله. بقى شيء واحد ابطال الخارقين، شيء واحد لازم نسويه، لازم نلقى لهذا الشرير هوغي ووغي او بابو المبتسمه او ما اعرف شو اسمه، ولازم ننقذ الاطفال، الاطفال اللي خطفهم. وانا اعتقد عندي الجنود اللي راح يلقوهم. راح استدعي الان من ارض الظلام، أنا نار ملك الظلام، استدعي بوابة الظلام الثانية فلتظهري سحرة الظلام الستة، أظهروا لخدمة ملك الظلام. يا سحرة الظلام الستة، حددوا موقع هوغي ووغي الشرير أو عائلة بوب المبتسم هذا الشرير، حددوا له موقع الأطفال. لازم أروح وأقضى عليه، لازم أنقذ ذول الأطفال. مستحيل أخلي هذا الشرير يقضي على المدينة أو على الأطفال. انطلقوا يا سحرتي، سحرتي الأساطير، أكيد راح يقدرون يحددون مكان لهذا الشرير بمجرد ما ألقاك، راح أدمرك للموت. سحرتي الأساطير أحسنتم، يبدو أنه وجد هذا المكان. سحرتي انصراف الآن إلى أرض الظلام، انطلقوا الآن يا سحرتي. أساطير سحرتي، يبدو أنه هذا المكان اللي موجود بي ووغي ووغي الشرير المبتسم يحاول ينتقم من عندنا. اجيتك يا شرير طاقة الظلام، تعال تعال إلى نار ملك الظلام. وين راح تختبئ مني؟
ماكو احد يقدر انه يختبئ من نائب ملك الظلام. اجيتك يا شرير، وين انت يا شرير؟ اطلع. اكو شيء هناك، شنو هذا الشيء الموجود هنا؟ من انت؟ دول الاطفال الصغار، الاطفال لا تقلقون يا اطفال، نائب ملك الظلام هنا. اكو شنو ذاك؟ اوكي واق شرير. تحاول انه تلعب وياي لاعيبك يا شرير طاقة الظلام. تعال تعال يا شرير، الانتقال السريع ما راح يفيدك، طاقة الظلام راح تجيبك، راح تجيبك. نار ملك الظلام، لا تحاول انه تخوفني، لا تحاول انت ترعبني، انت ما تعرف وياهم اللي تتعامل. انا ناري ملك الظلام، من الافضل انه تهرب، من الافضل انه تهرب يا هوق واق الشرير، بس راح اجيبك. حتى من انتقالك السريع مستحيل ان انت تكون بقوة ملك الظلام، قوة الظلام الخضراء الاسطورية. استعد يا هوق واق الشرير، حان الوقت الان، طاقة ضربة الظلام الان انطلاق. حتى يعرف كل الاسوار اللي يحاولون انه هنا يجون، كل الاسوار اللي يحاولون يخطفون الاطفال، كل الاسوار اللي يحاولون انه يرعبون مدينته. انا نار ملك الظلام، احمي هاي المدينة للأخير يا اطفال. تقدرون ترجعون لأهاليتكم بسلام وتقول لهم ان ناري ملك الظلام والابطال حاميكم. اي شنو دعبول؟ ولا دعبول انت وياك، انت من صار لك ساعه مختفي من فتره بديش البنايه، لا حول ولا قوه الا بالله. ابطال الخارقين. عبسي ايش بيك؟ عبسي بيك شيء؟ شيء هناك عبسي؟ لك عبسي ليش طلعت سلاحك؟ عبسي يبدو انه عبسي خبل. عبوسي اليوم ما عاجبني عبوسي، مو مشكله. ابطال الخارقين، هذا الوحش دمرناه، بالمره الجايه ابيكم تتعاونون اكثر. ودعبول ما بدك تختفي وتروح. ابطال الخارقين، خلونا نرجع الى كوكبنا، كوكب الابطال. الا شويه وكان شافني عبسي، كان شافني عبسي وكشفوني، كان كشفوا انه انا منتحل شخصيه تمتم الطيب، ولكن انا تمتم شرير، راح اقضي على ذول الابطال الخارقين، ولكن يبدو انه هوك وقف فشل بالمهمه، ولكن العائله الجايه راح تكون شريره وقويه جدا، راح اقضي على كوكب الابطال، راح اقضي على نار ملك الظلام، وراح اصبح انا تمتم